قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. في آية تركتها: إنك لتهدي من أحببت، في الباب. نعم، قال تعالى: نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية نزلت في أبي طالب، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحكمة في الدعوة، قال له: يا عم، حتى يرق له، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول: أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوا هذا كفروا بكل ما يعبد من دون الله. هنا عندنا إشكالات. يقول الإشكال الأول: إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف نجمع؟ قال: الجمع سهل بإذن الله. الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هداية الدلالة والإرشاد، تدل الناس على الخير، تعلم الناس، تدعو الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. أما الدخول أو خروج أحد من طاعة الله، هذا لا يملكه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت. إذن الهداية، هداية الدلالة وإرشاد، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. وهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملكها أحد من بعده، وهي هداية التوفيق، إدخال أحد في رحمة الله أو إخراج أحد من رحمة الله، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء. عندما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، قال له الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم فتاب عليه. فانظر، قال، إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية، وأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال الأول: إنك لا تهدي. كيف نجمع بين الهداية والهداية؟ قلنا سهل. الثاني يقول: إنك لا تهدي من أحببت. كيف وقد نزلت في أبي طالب وهو كافر، وقلنا لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. قال: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، يحب له الهداية،
أو إنك لا تهدي من أحببته محبة طبيعية، لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فتجتمع فيه محبة طبيعية عم وبغض في الله لأنه كافر. نعم. القول الثالث إنك لا تهدي من أحببته قبل النهي عن محبة الكفار، والثلاثة يمكن الجمع بينها ولا إشكال. عندنا إشكال ثالث في الحديث، راوي الحديث يحكي كلام أبو طالب، قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، المفروض يحكي نفس الكلام الذي تكلم به أبو طالب. أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب؟ لا، نحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حاكي الكفر ليس بكافر. لماذا الراوي غير، حذف أنا وضع هو؟ لماذا؟ قال فيه تحقيق الرواة للتوحيد والبعد عن الشرك، مع أن حاكي الكفر ليس بكافر قال والله لا أحكي بلساني. ولهذا في رواية حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عندما قرأ نزل قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في رواية قال إنهم ليسوا يعبدونهم، لم يجعل الضمير عليه، وهذا كثير، يعني هذا كثير في حديث إنما الأعمال بالنيات. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته لما هاجر إليه؟ لا، إلى الله ورسوله، كرر. وفي الثانية قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لذا مذمومة. قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة، هذا مدح، فخير تقدمون له، وإن تكوا، ما قال طالحة، قال غير ذلك. جاء سهم قبل أن تبدأ المعركة وأصيب شاب من المسلمين، جاءت أم هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أخبرني أين ابني، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان ما يمكن تقول عنه الثاني، قالت وإن كان في الأخرى. فهم الشيخ أدب في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جابيا للزكاة، امتنع من أداء الزكاة خالد بن الوليد رضي الله عنه. جاء عمر يشكو رضي الله عنه، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد منع ولم يعطي الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن موقف دفاع عن من؟ دفاع عن خالد رضي الله عنه. فقال فأما خالد فإنكم، المفروض يقول تظلمونه، قال فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد أوقف أدراعه في سبيل الله، ليس عنده مال، كل شيء موقوف في سبيل الله، هذا مقام دفاع، إظهار أحيانا وإضمار وتغيير الضمائر. وسيأتي معنا الآن، واعتبر أن أخذنا هذا، الآية كلها خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، ما قال فإن عدد الضمير عليهم، لماذا؟ قال لأنه لا يمكن يوصف أهل الإسلام بهذا، فهم أدب في الألفاظ. يقال والله أعلم، يعني نطيل في هذا قليل، حتى يا أخواننا تحبوا اللغة العربية، هذه اللغة لغة كل مسلم، لا تقول لغتي الهندية أو الروسية أو كذا، لا، لغة كل مسلم هي اللغة العربية.
الحجاج بن يوسف الثقفي في مرض موته قال: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون يعني كذبوا. هذا رد لطيف، قال: فإنهم يزعمون أنك لا تفعل، ما قال أنك لا تغفر له للحجاج، ما أعاد الضمير على نفسه. أحد علماء الكلام نسأل الله عافية السلامة في نهاية حياته وهو على فراش الموت تاب وقال: والويل ما يمكن يعيد الضمير على نفسه، قال: والويل لفلان إن لم يتغمدني الله بمغفرته. المغفرة أعاد على نفسه، الويل لا يمكن يرجع الويل على نفسه. وهذا اليوم عندنا فيه يعني أحاديث وآيات كثيرة، بعض الناس يعني في الألفاظ يعني يتكلم بألفاظ سوقية، ألفاظ مخالفة للشرع، السب، الشتم، اللعن. يقول لولده شيطان، يقول: ابني هذا شيطان، يقول: يا شيطان، صح؟ يا جني. طيب تقول لابنك شيطان وجني، يطلع شيطان وجني، صح؟ صح أو لا؟ نعم، ما يمكن تناديه بهذا. وبعض الناس يفرح يعني من يوم يصطبح الصباح ينادي فلان يا جدي، صح أو لا؟ يا شيطان، يا كذا، يسبه، وهذا يفرح يرد عليه السلام. لا، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسب ولا يشتم عليه الصلاة والسلام. فهذا حال أهل التوحيد، لا يتلفظ بالألفاظ الشركية مع أن حاك الكفر ليس بكافر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا عندنا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير من باب أولى، بطلت عبادة الملائكة عليهم السلام وهم أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى عدا خواص بني آدم يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، وإذا كانوا يخافون إذن بطلت عبادتهم من دون الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم تبين له غربة الدين وترك التوحيد، وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا، صرح للقريب والبعيد، وأقرب الناس إليه قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه النفقة، لا أغني عنك من الله شيئا. الذي يغني هو عبادة الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. ثم الشفاعة، أخذنا الشفاعة المثبتة والمنفية، ثم الهداية. بعد هذا أراد أن يبين كأنه سائل يسأل، يقول: هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والله نشهد له عليه الصلاة والسلام، بل نشهد لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، وتركنا عليه الصلاة والسلام على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طيب قد يسأل سائل: لماذا يحدث الشرك؟ ما السبب لوقوع الشرك؟ نريد نعرف الأسباب حتى نجتنبها. قال: أخطر الأسباب وأول الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يتمسح بالصالحين ويركع ويسجد لهم ويعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، وقسم يسب الصالحين، والوسط هم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وإياكم منهم. نحب الصالحين كما أحب السلف، لا إفراط
ولا تفريط. الغلو هو المجاوزة في الحد مدحاً كان أو قدحاً. وهنا في الآية ذكر الله سبحانه وتعالى الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى غلوا فيه مدحاً فألهوه وجعلوه ثالث ثلاثة، واليهود غلوا فيه قدحاً، وأهل الإسلام توسطوا فيه، قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفاً، ولا نقول فيه إلا الحق عليه الصلاة والسلام. إذن هذا السبب الأول، الغلو في الصالحين، أسباب وقوع الشرك الغلو في الصالحين. الثاني، الغلو في قبور الصالحين يصيرها وثانا تعبد من دون الله. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. هل استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: نعم استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع قط في التاريخ أن أحد سجد فوق تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أصلاً لا أحد يرى القبر، وها لا أحد يرى القبر ولا أحد يرى تربة القبر. وهذا الذي تسمع من بعض الناس في اليوتيوب وكذا، وقال دخل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت له يده وكذا، هذا كله كذب ودجل. بينك وبين القبر ثلاث جدران، ولا أحد يرى تربة القبر. والله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الثالث من أسباب وقوع الشرك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعبد الله سبحانه وتعالى في أماكن العبادة، ولهذا بنيت المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ أي لا تدفنوا فيها موتاكم، واحد. الثاني، أنه متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يصنع أي شيء من العبادة عند القبور، لا قراءة قرآن ولا استغفار ولا مواعظ ولا خطب ولا ذبح ولا نذر ولا طواف ولا ستور ولا شيء. بل القبور الأصل أن تسوى القبور على السنة. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة يسوي القبور، تسويها أولا على السنة، يسنم القبر ويرتفع عن الأرض مقدار شبر ويوضع عليه حجر أو حجرين. تسوية القبور تسويها بما حوله وتسويها على السنة، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت على السنة وبما حوله. الغلو في قبور الصالحين، انقسم الناس تجاه قبور الصالحين إلى طرفين وسط. لا نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها. لا، شروط الزيارات تنقسم إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت، تذكر الدار الآخرة، أن لا يشد إليها الرحل. الثالث، ألا يأتي بما يخالف الشرع. فإن نوى بهذه الزيارة دعاء هؤلاء من دون الله فهذه الزيارة الشركية، بل هي الشرك الأكبر. وإذا نوى دعاء الله عند الأموات يظن أنه هذا مكان مبارك وكذا، فهي زيارة بدعية. بالمناسبة الزيارة الشرعية في المدينة خمسة، ثلاث قبور ومسجدان. المسجد النبوي، ولا بد أن ينوي بشد الرحل بالسفر زيارة المسجد النبوي الصلاة فيه. فإذا وصل إلى المدينة تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين أجر عمره. وعنده ثلاثة قبور، هذه زيارات للرجال دون النساء: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة شهداء أحد، وزيارة أهل البقيع.
هذه الزيارات الشرعية في المدينة النبوية. يبقى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بنا أن كان عليه الصلاة والسلام موصوفا بقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، مؤكدة بثلاث مؤكدات: القد واللام والقسم المقدر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، تميز عنا عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه. وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم ومن أفضلكم عليه الصلاة والسلام، وصح الجميع الأول والثاني. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية جهده لدفع المكروه عنا. والمستفاد من قوله سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم، أي على هدايتكم، فهو باذل غاية جهده في جلب المحبوب. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا ما حذرها منه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقديم من حق التأخير يدل على الحصر. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإن تولوا، لأنه لا يمكن يخاطب أهل الإسلام بهذا. نعم، إذن أغلق النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، وحذر الأمة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلوا القبور مساجد، وطافوا حول القبور، وعبدت من دون الله، وصار ينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها وما إلى ذلك. قال: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. استفهام إنكاري. ومن العجب يقول أن يعطى الإنسان حظا من العلم ثم بعد هذا يؤمن بالجبت والطاغوت. وهذا قال فيه أن العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك، والذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. واليهود عندهم علم ولا عمل، نسأل العافية والسلامة، ولم ينفعهم هذا العلم. أوتوا نصيبا، أوتوا حظا، عندهم كتب أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا نسأل الله العافية والسلامة قامت عليهم الحجة وأشركوا بالله، ومع هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت. و حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن سننا وسننا، يصح الاثنين، من كان قبلكم. فإذا كان في الأمم السابقة من يعبد الجبت والطاغوت وأن سنتبعهم، إذن هذا لا بد أن يقع في الأمة، كما كان في حديث أبي سعيد رضي الله عنه.